الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد. خلال جولته بالأسكندرية، رئيس الوزراء يتابع سير إجراءات الإفراج الجمركي ويؤكد حدوث نقلة نوعية في الإفراج عن السلع والبضائع. بصواريخ باليستية، كوريا الشمالية تستكمل سلسلة تجاربها النووية وصواريخها المكثفة خلال العام. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2023. وفي برقياته لقادة وزعماء العالم، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أصدق تهنيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وسلام. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه بكل أمل وتفاؤل أن يحمل العام الجديد التنمية والتقدم والرخاء، وأن تتضافر فيه جميع الجهود وصولا إلى عالم يسوده السلام والازدهار للجميع. كما بعث الرئيس السيسي برقية التهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، معربا فيها عن تمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد 2023 عام سلام وازدهار يحمل الخير والرخاء للجميع، وأن يكون محققا لآمال أبناء مصر في الخارج وطموحاتهم في مستقبل أفضل وغد مشرق. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن أمنياته بأن تنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان في ظل القيادة الوطنية الحكيمة، وتستكمل مسيرة البناء والتنمية في المجالات كافة، وأن تحقق أهدافها وتحرز المزيد من التقدم والازدهار، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق آمال وتطلعات شعب مصر عظيمة. بعد عام حافل بالأحداث، يستعد العالم للاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2023، ومن المنتظر أن تحتفل مدن عديدة حول العالم بالمناسبة السنوية مثل باريس وسيدني، فيما لن يتسنى لمناطق أخرى في العالم الاحتفال بالشكل الاعتيادي نظرا لما تشهده تلك المناطق من ظروف متباينة. 8 مليارات شخص حول العالم يستعدون لاستقبال عام 2023 ووداع عام مضطرب شهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية المؤثرة. بالنسبة للكثيرين، ينتظر أن يكون الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة مناسبة للتخلص من ذكريات مرتبطة بمعدلات التضخم القياسية في كافة أنحاء العالم والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا، عله يصبح تدريجياً في طي النسيان. ففي فرنسا تنظم العاصمة باريس أول عرض للألعاب النارية احتفالا بالسنة الجديدة منذ عام 2019، بعد أن ألغت العروض في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا. وفي أستراليا ستكون سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي ستعلن الانتقال إلى العام الجديد، مستعدة بذلك لقبها كعاصمة عالمية لعيد رأس السنة، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقاً واحتفالات محدودة بسبب تفشي كورونا، حيث ينتظر توافد أكثر من 1 مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من 100,000 من الأسهم النارية. الاحتفالات الأسترالية في أقصى الشرق ستليها احتفالات مماثلة في الغرب، وتحديدا في الأرجنتين الحائزة مع نجمها الكبير ليونيل ميسي على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة الثالثة في تاريخ منتخب التانجو. وفي دول أخرى حول العالم لن تكون الأجواء احتفالية كما هو منتظر. ففي الولايات المتحدة تسببت العاصمة الثلجية إليوت في حالة من الإرباك لاحتفالات رأس السنة الجديدة، حيث علق السكان
كانوا في منازلهم التي غطاها الجليد، فيما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية. سيتذكر العالم سنة 2022 دائما لأنها شهدت عودة الحرب إلى أوروبا من خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وما تخلفه من ضحايا ومآس اضطر معها 16 مليون أوكراني للفرار من منازلهم، بينما لا يبدو أن روسيا في وضع يخولها الاستمتاع باحتفالات السنة الجديدة في ظل استمرار الصراع. وإلى جوار روسيا تشهد الصين عودة تفشي فيروس كورونا بعد أن تخلت بكين عن عدد من القيود الصحية المرتبطة بالجائحة. الاحتفالات بالسنة الجديدة ربما تسهم في التخلص من مشاعر سلبية خلفها عام 2022 في أنحاء العالم بعد وفاة ملكة بريطانيا السابقة إليزابيث الثانية وأسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه والزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، على أمل أن تحمل سنة 2023 أحداثا أفضل مما شهدته سابقتها. مشاهدينا تتابعون معنا أول مدينة كبرى تحتفل بالعام الميلادي الجديد سيدني، ونحن نلاحظ كل هذه الألعاب النارية الجميلة بألوانها الساطعة في سيدني وهي تحتفل ببدء العام الميلادي الجديد 2023. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هدف زيارته لميناء الإسكندرية هو عمل نقلة نوعية في الإفراج الجمركي عن البضائع ومتابعة أعمال فحص الحاويات. وخلال متابعته إجراءات الفحص الجمركي شدد مدبولي على أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج جميع البضائع من كل الموانئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه تم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لخروج البضائع خلال شهر ديسمبر، كما تم الالتزام بالإعلان عن حجم البضائع التي تخرج من الموانئ بشكل أسبوعي. احنا عايزين نأكد ان احنا كحكومة بالفعل خلاص في خطة كاملة لإخراج كل البضائع من كل الموانئ،
ويمكن كنا أعلننا على قدام حضراتكم وقدام فخامة الرئيس إن في الفترة ما بين 1 ديسمبر لغاية 23 ديسمبر خرج 5 مليار دولار بضائع. أنا النهاردة بقول لكم والتزمنا إن إحنا أسبوعياً هنعلن عن الأرقام اللي بتخرج. الأسبوع الأخير بعد ما كنا أعلننا عن الإفراج اللي هو انتهى يوم 23 كنا خرجنا 5، من يوم 24 حتى يوم الخميس أو الجمعة اللي هو مبارح خرج بضائع 1,236,000,000 دولار إضافية. يعني كده إحنا بنتكلم في حوالي 6.25 مليار خرجت كبضائع في شهر ديسمبر. وأوضح مدبولي بأنه تم وضع خطة مع البنك المركزي لسداد المتأخرات للموردين، لافتا إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية لتسهيل الإجراءات. وشدد مدبولي على أن جميع قطاعات الدولة في تواصل دائم ويومي لاستكمال حركة خروج البضائع وعودة معدلات الصناعة للمستويات التي تطمح إليها الدولة. احنا بالفعل برضو حطينا خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا التنفيذ بالفعل، والنهاردة بنخرج بقدر الامكان حتى المتأخرات بيتم سدادها، وفي تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل علشان نضمن الحركة دي كلها تتحرك. طبعا احنا بنتكلم على فترة كانت متراكمة مش هتخلص في يوم وليلة، ولكن النهاردة بقت في خطة واضحة جدا بنتحرك عليها، وان شاء الله يعني كل هدفنا ان في خلال الاسابيع القليله جدا القادمه نبدا خلاص نخرج من هذه الازمه اللي كانت موجوده. هذا واعلن رئيس الوزراء انه تم الاتفاق مع السلاسل التجاريه الكبرى لعرض السلع باسعار مخفضه، لافتا الى ان المهله الممنوحه لمنافذ البيع انتهت واصبح الزاميا عليها عرض السلع المحدده لجميع السلع. وقال مدبولي إن آلية إعلان الأسعار ستنفذ على جميع منافذ البيع بجميع أنواعها وأحجامها، مطالبا الإعلام بضرورة توعية المواطن للإبلاغ عن أي منفذ يبيع بشكل مخالف. تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، الهايبرات والسوبر ماركت الكبيرة، إن هيبقى فيه ركن أو مكان في هذه السلاسل كمان لعرض السلع بطريقة مخفضة إن شاء الله. الجزء المهم جدا واللي يمكن احنا دايما بنتابعه ويوميا على يعني معرفه وبنشوف كل وسائل الاعلام بتتكلم عليه، موضوع حمايه المواطن من جشع بعض التجار. واحنا خدنا اجراءات بالفعل، ان احنا قلنا من يعني وانتهت بالفعل المهله، ان لازم كل منفذ بيبيع بضاعه يكون حاطط الاسعار على هذه المنافذ، على هذه السلع بتاعته، يبقى موجوده وسعر معلن محطوط. أنا مش بناقش السعر إيه، لكن أنا بتكلم على وده الأهم، السعر اللي بيحدده هو اتحاد الغرف، هو اللي بيحدد أسعار السلع. إحنا بنتكلم السلع الأساسية والاستراتيجية اللي تهم حياة المواطن اليومية. الأسعار موجودة، إحنا كل اللي يهمنا إن المنفذ يبقى ملتزم بهذه الأسعار اللي بتعلن. إنما الشيء المهم إن تكليف كل جهات الدولة، الداخلية، شرطة التموين، المفتشين بتوع التموين، المحافظات، جهاز حماية المستهلك، كل هذه الأجهزة بتنزل وتراقب وتتابع علشان نتأكد من تنفيذ هذا الموضوع. ولكن برضو عشان المواطن يبقى عارف، احنا بنتكلم على مئات الآلاف من المنافذ اللي بتبيع، احنا مش بنتكلم فقط على أنا آسف السلاسل الكبيرة ولا السوبر ماركتس الكبيرة، إحنا بيبقى عندنا محل صغير موجود في حارة، موجود في قرية، هنا برضو هنا يمكن دي نقطة مهمة جدا، وأنا دي اللي أنا بطالب يعني الإعلام المصري إن هو برضو يبقى فيه توعية للمواطن. إحنا النهاردة كدولة حريصين كل الحرص على التطبيق. طب المواطن راح نزل ولقى منفذ مش ملتزم، يبقى بيبلغ ويساعدنا ويقول لنا المنفذ الفلاني اللي في المكان الفلاني مش ملتزم باللي الدولة أقرته، يبقى احنا بنتحرك على هذا المنفذ مباشرة ونتخذ الإجراءات الرادعة اللي احنا كلنا أعلننا عنها. وقال مدبولي أن هناك خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لما بعد نهاية العام المالي الحالي، مؤكدا أن خطة توفير النقد الأجنبي لا تعلن إلا بعد تنفيذها. وصرح بأن الحكومة مستمرة وبقوة في تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار. احنا مستمرين وبقوة في تيسير كل الإجراءات اللي تحاول تبسط وتيسر عملية الاستثمار،
والنهاردة موضوع الرخصة الذهبية حضراتكم عارفين ان بقى حتى بنتيح آلية انه يقدم مباشرة جوه مجلس الوزراء، وبتابع كمجلس احنا بنتابع كل الاجراءات اللي بتحصل علشان نيسر من هذه الاجراءات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس. السيد وزير المالية عرض على المجلس من يومين كل الاجراءات الخاصة باستقرار المنظومة الضريبية علشان تبقى واضحة، ويمكن يعني كان توجيه لسيادته ان يتعمل لقاءات كبيرة جدا وموسعة مع مجتمع رجال الاعمال والاقتصاد والغرف كلها عشان نعلن كدولة ادي خطتنا الواضحة لما يخص السياسة الضريبية لمصر، علشان يبقى الكل عارف ادي المنظومة اللي موجودة في مصر لخمس سنوات وما بعد ذلك. وخلال جولته بميناء الإسكندرية أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين. وأشار مدبولي إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات بالتعاون مع مختلف الجهات.
كما تفقد رئيس الوزراء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيد 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء في تشغيلها بشكل تجريبي في النصف الثاني من يناير 2023. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها. وأكد مدبولي أنه تم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويستهدف تحقيق عدة أهداف تتمثل في الحفاظ على شكل حضري للمحطة فيما يتعلق بالعاملين في سوق محطة مصر والباعة الجائلين وأصحاب المحلات وتقنين كافة أوضاعهم. وأثناء زيارته تفقد مدبولي مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح، ويأتي المشروع في إطار خطة لتعظيم نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية عبر النقل النهري والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج والتصنيع والزراعة إلى الموانئ البحرية. كما يهدف المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 100% إلى تسهيل نقل الواردات من الموانئ البحرية إلى أماكن الاستهلاك عبر منظومة النقل متعدد الوسائط. ولمزيد حول جولة رئيس الوزراء في الإسكندرية تستعرضها معنا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم من محافظة الإسكندرية تفاصيل جولة دولة رئيس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات التنموية، وأيضا تفقد سير الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي من ميناء الإسكندرية في إطار توجيهات فخامة الرئيس لإسراع هذه الإجراءات والإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة. نتحدث هنا بصدد ميناء الإسكندرية عملية الإفراج التي تتم كنموذج لما يتم من حركة وإفراج سريع عن السلع والبضائع المختلفة والتي تتضمن الأغذية والأعلاف وأيضا الكيماويات الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الأغراض التي يحتاجها السوق المصري في هذا التوقيت تحديدا. لو تحدثنا ببعض الأرقام وبعض التفاصيل التي ذكرها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بعد هذا التفقد، فقد تحدث أنه منذ يوم 24 من ديسمبر وحتى يوم الجمعة يوم أمس تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1,236,000,000 دولار. هذه البضائع وهذا الإجمالي هو بضائع مختلفة من الأغذية والمستلزمات الطبية والأدوية، مستلزمات إنتاج المصانع وغيرها. وكان قد أعلن في وقت سابق منذ بداية ديسمبر وحتى يوم 23 من نفس الشهر الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولارات متضمنة أيضا السلع الغذائية وغيرها. تحدث دولة رئيس الوزراء أن هناك خطة من الحكومة للإفراج عن السلع والبضائع بشكل دوري، وأنه سيتم الإعلان أسبوعيا عن الأرقام والتفاصيل، وأنه تم توفير الاعتمادات من قبل القطاع المصرفي للإفراج عن هذه البضائع وضخها في الأسواق لعمل حركة من الرواج للسلع وبالطبع انخفاض أسعار هذه السلع. أيضا تحدث دولة رئيس الوزراء أننا نحن على اعتاب شهر رمضان الكريم وإقامة عدد من المنافذ والشوادر الخاصة بالسلع لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين من الأغذية والأرز والسكر وغيرها، إضافة إلى المنافذ الخاصة بوزارة التموين وأيضا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. هذه المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة. بدأت هذه الجولة تحديدا بتفقد عدد من المشروعات التنموية، بدأت بميدان الشهداء وهو الميدان المحيط بمحطة مصر بمحافظة الإسكندرية. هذه المحطة وهذا الميدان الذي شهد أعمال تطوير وإقامة منطقة تجارية
سياحية وأماكن ترفيهية، إقامة سوق تجاري يتضمن كافة السلع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية، وأيضا إعادة حركة المرور في هذا الميدان وهذا هذه المنطقة الحيوية، وهو ميدان الشهداء وسوق محطة الشهداء وسوق محطة الإسكندرية، هذا الميدان الهام. أيضا تحدث دولة رئيس الوزراء عن ما يتم في ميناء الإسكندرية فيما يخص تطوير الأرصفة، وكان قد تفقد أيضا محطة تحيا مصر للحاويات والتي يتم بها أعمال إنشاء وتطوير سريع رصدناه في هذه الجولة تحديدا. هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بتفاصيل جولة دولة رئيس الوزراء في محافظة الإسكندرية، وتحديدا ميناء الإسكندرية كنموذج للحركة التي تتم في كافة الموانئ فيما يخص الإفراج عن السلع والبضائع وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 276 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 25 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 237 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض. كما تم ضبط أكثر من 13 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فضلا عن ضبط 722 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 200 وقضية واحدة خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يأتي ذلك فيما تم ضبط 6 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 35 طنا. تحت شعار قطار الخير، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفافا بضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته، وذلك في مشهد يعكس قدرة التحالف البشرية وإمكاناته لخدمة الشرائح الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة سوهاج. تحت شعار قطار الخير، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفافاً يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والتي ساهمت في خدمة نحو 160 مستفيد من قرى ونجوع محافظة سوهاج. النهاردة الاستفاف الخاص بكل مؤسسات وكيانات التحالف حبينا ان هو يكون ختام 22 من محافظة سوهاج، زي قافلة ستر وعافية 16 لما كانت موجودة من هنا. الاستفاف النهاردة مضموم تحت مظلة قافلة ستر وعافية، مشارك فيه معظم الجمعيات الموجودة معانا واللي بدأت معانا قوافل ستر وعافية من البداية. بفضل الله تعالى مؤسسة العربي عندها فرح النهاردة بانضمامها للتحالف الوطني ضمن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا جينا النهاردة هنا لمحافظة سوهاج بفضل الله تعالى بتوزيع بطاطين على أهالينا هنا في محافظة سوهاج إن شاء الله. عاملين كرنفال زي ما حضرتك شايف، حاجة استعراض لقوة التحالف. التحالف أكتر من 24 مؤسسة من أكبر مؤسسات اللي موجودة في مصر. النهاردة بنختتم 2022 في سوهاج زي ما بدأنا أول قافلة ستر وعافية في سوهاج. شاركنا في مضمومة في القافلة دي بتمكين اقتصادي، كراسي متحركة، أجهزة تعويضية، سماعات طبية، توزيع لحوم، توزيع بطاطين. النهارده
التحالف الوطني بيقدم نموذج للعمل الأهلي المصري، نموذج بيجمع ما بين القوى البشرية المشاركة في المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف من خلال أكبر عدد ممكن من المتطوعين، كمان بيشمل الاصطفاف اللي احنا موجودين فيه النهاردة استعراض لكل إمكانيات وقدرات المؤسسات الشريكة لتقديم خدمات مباشرة وفعلية لأهلينا في حافظة سوهاج بشكل عام. نحو 2500 متطوع وتنفيذي يعملون كخلية نحل من أجل تنظيم هذه الفعاليات ووصول الخدمة لكل مستحق، والتي شملت مساعدات موسمية، كراتين مواد غذائية، بطاطين للشتاء، جهاز عرائس، مشروعات تنموية صغيرة، ومعرض ملابس يحتوي على 20,000 قطعة ملابس، بالإضافة لقوافل طبية بها العديد من التخصصات تشمل الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان. صراحة شيء جميل يعني، وساعدني الصراحة، ولقيت حاجة لعيالي يعني، أنا مبسوطة الصراحة. تشكروا أنتوا اللي جبتوا لنا لبس لعيلتنا وسلمتونا التغذية. مفيدة وقافلة حلوة ويا ريت تدوم على طول. وعطونا كل خير والحمد لله، وكل سنة هم طيبين. ساعد والله كثير وأسهم كثير، وبالبطاطين وبالماد وبكله بالعلاج وكله، الحمد لله بارك الله في كل اللي بساهم في الخير ده. قافلة حلوة يعني، تاني مرة احنا نيجي وبسطونا يعني، ودينا حاجات حلوة. مبسوط ان يعني رئيس السيسي بعت لنا مساعدات، شكرا رئيس السيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر. حلم أصبح حقيقة وهدف يتحقق بهذه المشاهد التي تترجم مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والإنجازات التي تتم بعد إطلاقه بتسعة أشهر فقط، وتوحيد لجهود المؤسسات الخيرية والتنموية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يستغل أوكرانيا لتدمير روسيا. إلى ذلك وجه بوتين الحكومة الروسية بتشكيل لجنة تشرف على تطوير الأنظمة الجوية بدون طيار على المستوى المحلي، مؤكدا أهمية إعداد مقترحات منسقة لتنفيذ سياسة روسيا في هذا المجال وحل المشكلات المتعلقة بتطوير وإنتاج واعتماد وتشغيل الأنظمة الجوية غير المأهولة ووسائل الحماية من استخدامها غير القانوني، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وتدريب الأفراد الذين سيشرفون على تشغيلها. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن انتصار روسيا في العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا أمر لابد منه. وقال المسؤول الروسي إن بلاده واجهت تحديات خطيرة غيرت مسار الزمن المعتاد، مشيرا إلى استقبال العام الجديد في ظل ظروف صعبة. إلى ذلك أصيب شخصان جراء عدة انفجارات عنيفة هزت العاصمة الأوكرانية كييف. يأتي ذلك فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء، وقال رئيس بلدية كييف إن أحد الانفجارات وقع في منطقة بها مباني سكنية في منطقة بالعاصمة، فيما وقعت انفجارات في جزئين آخرين من المدينة. أعلنت أوكرانيا تصديها لهجوم بالطائرات المسيرة شنته روسيا على مناطق في البلاد. يأتي ذلك في ظل تغيير روسيا لاستراتيجيتها العسكرية في أوكرانيا لنحو استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما ينذر بشتاء صعب في أوكرانيا. يبدو أن ليلة ميلاد العام الجديد في أوكرانيا لن تمر بهدوء مع استمرار القصف الروسي الذي تنوع على مدى الساعة الماضية ما بين الصواريخ والطائرات المسيرة. أوكرانيا أعلنت تصديها لهجوم بمسيرات متفجرة شنته روسيا بعد ساعات على عمليات قصف صاروخي هو العاشر من نوعه لاستهداف منشآت الطاقة. فبعد سلسلة من التراجعات العسكرية في الميدان خلال الخريف، غير الكرملين من تكتيكاته وبدأ في أكتوبر بضرب محطات الطاقة في أوكرانيا
لينذر بشتاء بارد مظلم. الشركة الوطنية المشغلة للكهرباء في أوكرانيا أكدت أن الوضع في جنوب وشرق البلاد لا يزال صعبا، مشيرة إلى فرض قيود على الاستهلاك في أنحاء البلاد مع العمل على تحقيق استقرار في الوضع في العاصمة كييف من خلال قطع التيار الكهربائي عن أحياء العاصمة تباعا. وبينما تتمدد العملية العسكرية الروسية في شهرها 11، يتواصل القتال بعنف في ظل معركة دامية تشهدها مدينة بخموت في الشرق التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أشهر، وكريمينا التي تحاول القوات الأوكرانية استعادتها. يأتي ذلك فيما تبقى آفاق محادثات السلام شبه معدومة، حيث تطالب أوكرانيا بانسحاب جميع القوات الروسية من البلاد، في حين تطالب موسكو بأن تتنازل كييف على الأقل عن المناطق الأربع التي أعلن الكريملين ضمها في سبتمبر، وكذلك شبه جزيرة القرم التي انضمت لروسيا في عام 2014. اتهم رئيس مجلس الأمن القومي البيلاروسي أوكرانيا بمحاولة إشعال صراع إقليمي. جاء ذلك على خلفية وقوع صاروخ أوكراني في الأراضي البيلاروسية، وقال إن احتمال الصدفة في وقوع الصاروخ الأوكراني على الأراضي البيلاروسية ضئيل للغاية. يشار إلى أن الدفاعات الجوية البيلاروسية أسقطت صاروخا من طراز S-300 تم إطلاقه من أوكرانيا الخميس الماضي، وسقطت حطام الصاروخ بالقرب من قرية غورباخا في منطقة بريست. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للدول غير الصديقة بسداد ديونها المستحقة لروسيا مقابل الغاز بالعملات الأجنبية على أن تستمر في شراء الغاز مجددا بالروبل الروسي. وبذلك يكون هذا المرسوم استكمالا للبدء الثامن من المرسوم الصادر في مارس الماضي، وينص على تسديد الدول غير الصديقة قيمة الغاز الروسي بالروبل الروسي. كشف استطلاع لرويترز أن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب طفيفة في عام 2023، إذ أن الخلفية الاقتصادية العالمية القاتمة وتفشي فيروس كورونا في الصين يهددان نمو الطلب. وذكرت شركة كيبلر للبيانات والتحليلات أنه في حالة حدوث انخفاض حاد في صادرات النفط الروسية، فمن المرجح أن تكون أوبيك بلس مستعدة لزيادة الإنتاج لمنع الأسعار من الارتفاع الشديد. ما زالت الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا يلقيان بظلالهما على الاقتصاد العالمي، ويعد قطاع النفط من ضمن القطاعات التي تأثرت بالأزمات العالمية، حيث تشهد أسعار النفط تقلبات كثيرة منذ بدء جائحة كورونا واندلاع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقد أظهر استطلاع لرويترز أن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب طفيفة في عام 2023، إذ إن الخلفية الاقتصادية العالمية القاتمة وتفشي فيروس كورونا في الصين يهددان نمو الطلب ويبددان تأثير نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات على روسيا. وتوقع استطلاع شامل 30 من الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 من الدولار للبرميل في عام 2023، أي أقل بنحو 4.6% عن متوسط استطلاع أجري في نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 84.84 من الدولار للبرميل في عام 2023 مقابل 87.8 من الدولار للبرميل في الشهر السابق. كما أظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يكون تأثير العقوبات الغربية على النفط الروسي ضئيلاً، حيث قال محللون في بنك جولدمان ساكس إنهم لا يتوقعون أي تأثير لسقف السعر الذي سيمنح قدرة على المساومة للمشترين من دول أخرى. هذا وقد ذكرت شركة كيبلر
إبلال البيانات والتحليلات أنه في حال حدوث انخفاض حاد في صادرات النفط الروسية، فمن المرجح أن تكون أوبك بلس مستعدة لزيادة الإنتاج لمنع الأسعار من الارتفاع الشديد. قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، وأنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع زيادة التضخم المرتفع بالفعل. وشددت لاجارد على ضرورة أن يتخذ المركزي الأوروبي إجراءات ضرورية لخفض التضخم إلى 2% عن معدله الحالي الذي يقترب من 10%. هذا وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي للتضخم. رحبت المفوضيه الاوروبيه بانضمام كرواتيا رسميا الى منطقتي اليورو وشنغن الذي سيبدا سريانه غدا مع حلول العام الميلادي الجديد. وذكرت المفوضيه ان كرواتيا ستتبنى اليورو كعمله لها وستنضم بالكامل الى منطقه شنغن. ياتي ذلك بعد فتره من التحضير المكثف والجهود الكبيره التي بذلتها كرواتيا لتلبيه جميع المتطلبات اللازمه. أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية جديدة مشيرة إلى التزام واشنطن بالدفاع عن سول وطوكيو. وأطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية وفقا لما أعلنه جيش كوريا الجنوبية. لم يمنع التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي والتحذيرات المتتالية التي صاحبت المشاورات الأخيرة للبلدين بيونغ يانغ من مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية، وبذلك تكون قد اختتمت عام 2022 بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي. بالرفض والإدانة جاء رد الجارة الجنوبية مطالبة بوقف فوري لتجارب إطلاق الصواريخ، وأكدت الإبقاء على حالة التأهب القصوى للجيش للرد على أي استفزازات. إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية استفزاز خطير يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وكذلك المجتمع الدولي، كما أنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي، لذلك نحثهم على التوقف فورا. وتأتي عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة ردا على إعلان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نجاح تجربة على قاذفة فضائية في إطار جهود سول لتعزيز قدراتها الاستطلاعية والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، كما أنها جاءت بعد 5 أيام على توغل نادر لخمس مسيرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية حلقت إحداها على مقربة من العاصمة سول. ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول هذا التوغل الجوي، وهو الأول منذ 5 سنوات، بالأمر غير المقبول، متوعدا بتبعات وخيمة لهذا الاستفزاز. وشهد هذا العام عددا قياسيا من عمليات الإطلاق المماثلة وسط تصاعد للتوتر بين بيونغ يانغ من جهة وسول وواشنطن من جهة أخرى، كان أبرزها في شهر مارس حين أطلقت صاروخا وسقط صاروخ كوري شمالي آخر باليستي عابرا للقارات في المرة الأولى منذ 5 سنوات قبالة اليابان في نوفمبر. قالت وزارة الدفاع اليابانية أنها بصدد ترتيب تطوير عدة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى حوالي 3000 كيلومتر، وتهدف إلى نشرها في 30ات القرن الحالي. وقالت وكالة كيودو نقلا عن وزارة الدفاع اليابانية أن الحكومة تتطلع إلى نشر صواريخ بمدى 2000 كيلومتر بحلول أوائل 2030، وصاروخ فرط صوتي بطول 3000 كيلومتر يمكن أن يصل إلى أي مكان في كوريا الشمالية وبعض أجزاء من الصين بحلول لعام 2035. أعلن الفاتيكان أن جثمان البابا السابق بندكت 16 سيسجى في كاتدرائية القديس بطرس بدءا من الاثنين،
مضيفا أن الجنازة ستكون في 5 يناير المقبل. كان الفاتيكان قد أعلن وفاة بابا الفاتيكان السابق بندكت 16 عن عمر ناهز 95 عاما. وكان بابا الفاتيكان الحالي البابا فرانسيس طلب يوم الأربعاء الماضي الصلاة من أجل البابا السابق بعدما تدهورت صحته بشكل كبير. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده حسنت من نهجها في الاستجابة لجائحة كورونا لحماية الشعب الصيني وحفاظا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي كلمة له باجتماع المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي في بكين، أضاف الرئيس الصيني أن بلاده حافظت على النمو الاقتصادي وحققت ثمارا جيدة وضمنت استقرار التوظيف والأسعار في عام 2022. وأوضح أن عام 2023 سيكون العام الأول الذي يجرى فيه تنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر 20 للحزب الشيوعي الصيني بالكامل، داعيا إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف ومهام العام ووضع أساس سليم لتحقيق الهدف المئوي الثاني للبلاد. عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة تشينغانغ وزيرا جديدا للخارجية. وقالت تشين في رسالة له فور تعيينه إنه سيعمل على الحفاظ على المبادئ الدبلوماسية للدفاع عن السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة من أجل مستقبل مشترك للبشرية وعلاقات دولية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والعدالة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال الدكتور السيد عبد الجواب مدير مديرية الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مركز كفر سعد والمستهدف ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة كونها بتتميز بمجانيتها تماما إلى جانب استهدافها للأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية، وده تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي مش قادرين يوصلوا للمستشفيات دي. القافلة العلاجية بيبدأ الإعداد ليها بوقت مناسب. اولا بنبدا نحدد المكان اللي هتقام عليه القافله، بنبدا نشوف لو في تصاريح او اي حاجه محتاجين ان احنا نعملها او مخاطبات لجهات اللي تساعدنا علشان ننفذ القافله. بنبدا نشوف العيادات اللي احنا هنوفرها والادويه والتحاليل والاشعه اللي محتاجينها بناء على الاحصائيه الصحيه للمكان من قوافل قبل كده. بنبدأ الدعاية لقافلة عن طريق السوشيال ميديا والجوامع والكنائس الموجودة بالقرب عشان تعرف الناس ان في قافلة طبية موجودة والخدمات اللي تقدم في القوافل الطبية. القافلة الطبية بتقدم خدمة الكشف والعلاج،
التحاليل والأشعة وزي ما قلت كل ده بالمجان. موجودين النهاردة في اليوم الأول من قافلة قرية الإبراهيمية البحرية. القرية تابعة لمركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المركز المستهدف في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافلة النهاردة على الرغم من النهاردة يوم أجازة إلا إن فيها إقبال كبير جدا، معنا عيادات طبية متنقلة ومتكاملة بكل الأجهزة اللي بتدعم القافلة الطبية. التخصصات الطبية اللي موجودة معنا في القافلة النهاردة البطنة، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الجراحة، الجلدية، بالإضافة طبعا للخدمات المعاونة من الصيدلية أو المعمل والأشعة. بنقدم في القافلة ندوات تثقيفية وطبية فيما يخص المريض ويخص صحته وصحة أولاده. احنا النهاردة في قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، في القافلة العلاجية في قسم التقارير الطبية بنقوم بتحويل المريض إلى العيادات المركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بدمياط بعد الكشف في العيادات المختلفة إذا تطلب المريض لهذا التحويل، بحيث إن هو يقدر نكمل علاجه في المستشفيات من حيث استخراج قرار نفقة الدولة أو عمل بعض التحاليل والأشعة الغير موجودة في القافلة، وبنقوم بنتابع المريض هاتفيا من أجل الاطمئنان على وصول الخدمة إلى على أكمل وجه مع المريض داخل المستشفيات للتأكد من تقديم القافلة العلاجية بدمياط الخدمة على أكمل وجه. احنا جينا القافلة عشان نكشف أنا وولادي، ولقينا فعلا في كل التخصصات وناس كويسة وفعلا في تحاليل وفي علاج، وبنشكر القائمين على القافلة ونشكر سيادة الرئيس وحافظ دمياط وفعلا الناس اللي اهتمت بنا وفعلا يستاهلوا كل خير وألف سلام. بالنسبة للرعاية والناس كويسين وكشف كويس، والحمد لله كشفنا أذن وصدر وبطنة والناس يعني مهتمين بنا وكويسين وما فيش أي مشاكل ولا أي حاجة. انتهت نشرة الثالثة، وإلى أبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد. خلال جولته بالإسكندرية، رئيس الوزراء يتابع سير إجراءات الإفراج الجمركي ويؤكد حدوث نقلة نوعية في الإفراج عن السلع والبضائع. بصواريخ باليستية، كوريا الشمالية تستكمل سلسلة تجاربها النووية وصواريخها المكثفة خلال العام. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. دمتم سالمين.